وافق مجلس الشعب بصورة نهائية على قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي يعطي الحق للفرد والأسرة الفقيرة في الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي، ويتم تحديد حالة الفقر للفرد والأسرة بالبحث الاجتماعي الميداني. إساءة لمبادئ التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع الواحد، وافق مجلس الشعب على قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي يهدف إلى توسعة مظلة الضمان وربطه بالمتغيرات الاقتصادية لتحقيق أفضل رعاية ممكنة للأسر الفقيرة، وذلك عن طريق استهداف الأسر الأولى بالرعاية مع إمكانية تحديد قيمة الاستحقاق ليتواكب مع المتغيرات الاقتصادية. وهنا ارتأت الحكومة وضع مبادئ القانون مع ترك العملية التنظيمية للائحة في ضوء مؤشرات لابد أن يقرها البرلمان. لا يستطيع مشروع القانون أن يحدد بأرقام محددة ما هو المعيار الفقر برقم معين اللي على أساسه أقول ده فقير فيستحق، ما هو الرقم المساعدة المعونة المحدد الذي يقدم. لماذا؟ لأن هذا نسبي، ما أعتبره فقيرا اليوم قد لا يعتبر فقيرا غدا أو العكس. القانون الجديد يعطي الحق للفرد والأسرة الفقيرة في الحصول على مساعدات المعاش الضماني، ويتم تحديده وفقا لحالة الفرد والأسرة عن طريق البحث الاجتماعي الميداني المعتمد على مؤشرات الاستهداف التي تشمل الدخل والتعليم وعدد الأفراد والعمل وحالة السكن والحالة الصحية خاصة للعاجز والمعاق والحالة الاجتماعية، ليتم تحديد المعاش على أساسها، وهو ما لم يتوافر في القانون القديم. استطعنا منذ يناير 2006 وكان عدد الأسر المستفيدة من القانون الحالي وهو قانون متميز، ولكن صدر سنة 1977 يعني منذ أكثر من 30 عام، وبالتالي كان هناك تحديد مطلق للحالات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي. وقد أعرب أعضاء البرلمان أغلبية ومعارضة عن خلص تقديرهم للحكومة لتقديمها قانون الفقراء، كما أطلق عليه النواب قبل يوم واحد من فض دور الانعقاد ليختتم المجلس أعماله بمثل هذا القانون. هذا التعديل لوحده يكفي أن هذا المشروع بقانون بيدخل في تاريخ هذه الدورة ويكون من أهم القوانين التي أنجدها مجلس الشعب في هذه الدورة الأخيرة للفصل التشريعي. احنا ضغطنا على الحكومة، الدكتور مفيد بقى له اسبوع ما بينامش هو وزير التضامن عشان يخلصوا القانون، لانه لازم يخش الدورة عشان الغلابة زي ما خلصت قانون التأمينات. وقد اشتمل القانون ايضا على مواد للعقوبات لكل من توصل الى صرف مبلغ لا يستحقه. الضمان الاجتماعي من الحقوق التي كفلتها الأديان السماوية وشرعتها القوانين الوضعية ليكون العون والسند لكل محتاج وتصونه من العوز والحاجة في ظل ظروف اقتصادية صعبة. من داخل مجلس الشعب، عمرو عبد المجيد، النيل.